السلام عليكم اخواتي المتتبعين، اخوتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كي دايره الصحيحه؟ بسم الله، نصلوا السلام والصلاه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وصحابه اجمعين. اليوم اخواتاتي جيتكم ان شاء الله ارسلنا رمضان على ابواب. اليوم جبت لكم غنصاوب معكم، هانتوما سلو، هانتوما كتشوفوا اخواتاتي، وانتم الحجر ليكم وتقدروا ديروا ينجح معاكم. هانتوما اخواتاتي، هنا عندي كيلو ديال كاوكاو، هنا عندي كيلو وربع ديال اللوز، هنا عندي رابع ديال النافع، هنا عندي كيلو ديال الجلجلان باقا ما غسلتوش، غنغسلو ان شاء الله وغادي نكرمو وغادي نحمصو وغنطحنو. وهاد اللوز السيدات كاملين كيعرفوا اللوز كيتسلق وكيتفسخ. وانتم عواني معايا متتبعين ديالي، وكاوكاو حتى هي غنقيها، غادي نشوف نقي من ديك الحبيبه المهرسه وداك الشيء، وغادي نديرها في الفران حتى تحمص مزيان، وغادي نفسخها وغادي نفسخها ونطحنها، نطحنها ان شاء الله، نطحنها في الهاشوار ولا في داك المطحنه الكهربيه ولا اللي كان، ولا ندال عند مول سميتو مول الحانوت تطحنها ليا مول الهري. وانتم اخواتاتي، وعندي السكر كلاصي على حساب الحلاوه، السكر كلاصي عندي كيلو ولا ربع ولكن انا ما غنديروش كامل. وانتم اخواتاتي نتوما معايا، غتبقاو معايا ان شاء الله حتى النهايه، وغديروا ان شاء الله تتبعوا هذا الفيديو حتى الاخر، وغادي نصدق لكم ان شاء الله وينجح معكم هذا السلو. ايوا يلا معايا، بقاو معايا ما تشوفين اخواتاتي. بعد ما غسلت سميتو الجلجلان غسلته، وغنكرمو شويه في الشمس وغنحمصو. وهانتوما اللوز كي كتشوفو تبارك الله هاني سلقتو، فالسيدات راه كيعرفو يديرو اللوز ان شاء الله كيفسخو. هانتوما كتشوفو قدرو ديرو ينجح معاكم دغيا بالخف، ما تشوفين اخواتاتي. هانتوما اخواتاتي بعد ما فسختو، يعني كنفسخو، هانتو كندير هاد اللعبه بحال هاك، ندير هاد القضيه هاك، كنبقى نلقط بشويه بشويه بشويه، تنجمع فواحد الصبيره اخرى. هانتوما كتشوفو هانتم اخواتاتي المتتبعين، شتي هدرتم؟ هانتم تبقاو معانا. وها الاخر، هانتم نبقى نلقط غير الجلوف قشور، وكنخلي الحبوبات. هانتم كنجمع هنايا نلقط هاد القشور، نحيدو من اللوحم ندير من الجنب، وبقاو معانا ان شاء الله. هانتم اخواتاتي بعد ما غسلتهم ونقيتهم، هانتم تشوفو كدير، هانتم تبارك الله، ها هو هذا هو اللوز. دابا غنخليه ينشف شويه وغنقليه في الزيت، وبقاو معانا ما تشوفين. كاوكاو بعد ما حمرته، هانتوما اخواتاتي غنحطو دابا مزيان، هانتوما كتشوفو امامكم، هانتوما شتوه، هانتوما انا غنبقى نحط فيه دابا حتى يتفرك، وعادي نحيد منه القشور وغتبقاو معانا ان شاء الله. اخواتاتي كنقلي في اللوز، هانتوما كتشوفو، هانتوما بقاو معانا في هاد القشيره ماشي مشكل، حتى نكملو هادشي ونعاودو معاكم تاني متتبعين. هانتوما اخواتاتي المتتبعين، بعد ما طحنا اللوز وطحنا كلشي، هانتوما كتشوفو، هانتوما اللوز وكاوكا والقرفه والسكر كلاصي ما شاء الله، حنا كنحركو في هاد الشيء، في اللوز والكاوكا والسكر كلاصي والنافع والقرفه، وغنزيدو الطحين. انا غنزيدو الطحين، الطحين كي كتشوفو بسم الله نزغر بيدي. هانتوما اخواتاتي المتتبعين، هانتوما غنطحن ندير الطحين، السكر حساب الحلاوه، ديرو عا شويه ما نكثروش. هذا هو السلو ديالنا، ديروه ينجح معاكم بسم الله. انا غنهز الخوي، الخوي هادشي بالكل الخوي به. عندي هنا كيلو ونص ديال الفورس، عندي كيلو ديال اللوز، عندي كيلو ديال الكاوكاو، عندي كيلو ديال الجلجلان. ايوا انا كنعجن ان شاء الله، كنخلط فيه، خصني ندير شي شويه، نزيدو شي شويه زيت العود وشويه السكر ثاني، داك السكر كلاصي. انا غنكمل معكم ان شاء الله ونرجع نكمل ونرجع معكم. هانتوما اخواتاتي المتتبعين، حنا صاونا سلو، هانتوما كتشوفو كتجا كجا تبارك الله، روعه روعه ما شاء الله، جا غزاله تبارك الله. هانتوما تشوفو جا جمع لك وجا زين، وان شاء الله رمضان على ابواب ان شاء الله، باش نتوما توجدوا ان شاء الله وينجح ليكم ان شاء الله. وانتم اخواتاتي ما تنساونيش من لايك، ودخلوا عدي
وشكرا على الكومنتيرات. بارك الله فيكم والله يحفظكم والله يكثر خيركم. شكرا شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله في الفيديو المقبل إن شاء الله.